الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد، وأوضحت مصادر صحفية أن بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا 147,950 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار ليوم الخميس الماضي 147,875 دينارا لكل 100 دولار. انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف بعد إغلاقه يوم الجمعة ليسجل خسارة أسبوعية بلغت أكثر من 3 دولارات مع انخفاض أسعار النفط للأسبوع الماضي، وانخفض خام البصرة الخفيف بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 71.69 دولارا للبرميل، ليحقق خسارة أسبوعية بلغت نحو 3 دولارات أو ما يعادل نسبة 4%، فيما ارتفع خام برنت بمقدار 21 سنتا ليصل إلى 69 دولارا، فيما جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بمقدار 24 سنتا ليصل إلى 66.26 دولارا للبرميل. أكد خبراء اقتصاديون أن المواطن العراقي لم يعد قادرا أن يكفي نفسه بسبب ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن الفقراء يعيشون وضعا اقتصاديا صعبا. وقال الخبراء إن الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي مع اقتراب موسم الشتاء، وأضافوا أن الخوف متزايد من ارتفاع التضخم مع زيادة أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد العراقي، وأشاروا إلى أن العراقيين يشعرون بالقلق من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، لافتين إلى أن الوضع الاقتصادي في العراق تعيس جدا. تصاعدت الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة السودانية في ظل تدهور أوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية واستمرار الاضطرابات السياسية بين المكونين المدني والعسكري. وهذا وتوقعت إدارة مؤسسات التمويل الدولية في السودان انسياب المساعدات الاقتصادية من أمريكا والعالم الخارجي عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وتسلمها مهامها، مضيفين أن استعادة المساعدات تستدعي من الحكومة إعداد خطة وبرامج واضحة ومقبولة للعالم الخارجي حتى تطمئن أمريكا والدول المانحة للانسياب الآمن والسليم والمنتظم لمساعدة السودان. أظهر تقرير نمو الوظائف في الولايات المتحدة أن حجم التوظيف أقل بكثير من التوقعات في شهر تشرين الثاني الماضي، وهو يشير إلى أن قضية جذب عمال جدد لسوق العمل تلقي بثقلها على تعافي السوق من وباء كورونا. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن جدول التوظيف في البلاد خلال شهر تشرين الثاني أظهرت إضافة 210,000 وظيفة لسوق العمل، وهو رقم أقل بكثير من 550,000 وظيفة التي توقعها الاقتصاديون في هذا الشهر. وقال جاستون ويلفرز الخبير الاقتصادي في جامعة ميشيغان إن تقرير التوظيف اليوم مخيب للآمال بشكل كبير بسبب مجيئه في وقت كان الناس فيه يأملون بالعودة إلى العمل بعد أزمة وباء كورونا. أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا إن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ حملت إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد الأمريكي. ودعت غورجيفا جميع دول العالم إلى التركيز على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا. هذا وكان الرئيس الصيني قد تحدث خلال الاجتماع الذي عقد في وقت سابق عن الحاجة إلى تعزيز التعاون بين بلاده والولايات المتحدة، فيما أشار بايدن إلى أن حكومتي البلدين يجب أن تفعلا كل ما في وسعهما حتى لا يؤدي التنافس إلى صراع.
ختام الموجز بأمان الله.